في الرابع عشر من ديسمبر عام 2008 كان الرئيس الأمريكي جورج بوش يتحدث خلال مؤتمر صحفي في العراق، حينما قام مراسل صحفي عراقي يدعى منتظر الزبيدي بقذف زوج حذائه نحو جورج بوش، أصابت إحداها علم الولايات المتحدة خلف الرئيس الأمريكي بعد أن تفادى الحذاء بسرعة فائقة. حدث أظهر لدى العالم مدى غضب الشارع العراقي من التصرفات الأمريكية في هذا البلد. على مدى سنين الاحتلال، طالما كان الجنود الأمريكيون يتصرفون بشكل مزل تجاه المواطنين العراقيين، ففي نيسان أبريل نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً رسمياً أكدت من خلاله على تلك التصرفات المهينة للمواطنين العراقيين. في نوفمبر 2003، وحين انتشرت صور لجنود أمريكيين يتلمسون فتيات عراقيات صغار ويقومون بتفتيشهن بدنية، أثار هذا العمل البشع غضب الكثير من العراقيين. كانت القيادة العسكرية الأمريكية في فلوريدا تؤكد تلك التصرفات الوقحة مع الفتيات العراقيات القاصرات دون إيلاء أي اهتمام لما يشعر به الشعب العراقي، قائلة إن أمن الجنود الأمريكيين مقدم على أي شيء آخر وأن هذه التفتيشات يجب أن تستمر. وفي مايو حزيران عام 2004 تطرق بعض السجناء العراقيين خلال حديثهم مع مراسل صحيفة لوس أنجلوس تايمز إلى التصرفات المهينة ضدهم من قبل الأمريكيين داخل السجن. حيدر صابر عبد واحد من أولئك السجناء العراقيين الذين أدلوا بتصريحاتهم للصحيفة قائلا إن الجنود الأمريكان وبهدف إهانة العراقيين داخل السجون كانوا يضعون رؤوسنا في أكياس، وعادة ما كانوا يجردوننا من ملابسنا ويتركوننا عرى. وجاء في هذا التقرير الذي نشرته صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن الجنود الأمريكيين كانوا يكبلون أيدي المواطنين العراقيين السجناء بالقضبان ويمنعون عنهم الغذاء لساعات عديدة. في تموز عام 2004 أشارت صحيفة إيرش تايمز في تقرير لها إلى أن توجيه الإهانة للمواطنين العراقيين من قبل جنود الاحتلال الأمريكي كان ينفذ بشكل مستمر في شوارع العراق. ذلك لأن الجنود الأمريكيين مصانون من المساءلة يتمتعون بحصانة كاملة، وكل مواطن يسعى للدفاع عن كرامته أمام إهاناتهم فهو سيواجه بأشد العقوبة من قبل الأمريكيين. لكن علينا أن نعلم أن على مدى كل هذه السنين التي أهين فيها المواطن العراقي دون أي ذنب، كانت الإهانات من قبل الجنود الأمريكيين تتخذ أشكالاً وأبعاداً مختلفة. ولا أظن أن هنالك عراقي لم يرى تلك الأفلام للعجلات العسكرية الأمريكية وهي تصدم كل سيارة تسير أمامها دون أي سبب أو سابق إنذار.